مثلا في شرح جوهرة التوحيد ستجد هذا الكلام، لكن والله السطر مثلا هذا لا يحضرني، وليس هذه المسائل لا تحضرني مثلا، ربما أنا سمعتها في الشرح، لكن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن إذ قلنا أن الله سبحانه وتعالى في السماء فنقصد بها العلو المطلق ولا نقصد بها السماء المخلوقة، تمام؟ إنما أنتم تعتقدون أنه في السماء المخلوقة، هذا الاعتقاد لكم لا وليس هذا عندكم وليس جزم. ما في احد من اهل السلف يا استاذ بحار قال في السماء المخلوق، ما في احد من السلف قال كذلك. لا تدعي، لا تدعي. استنى يا اخو، استنى يا اخو لحظه بس يا جماعه، احنا متفقين انكم موجودين وانكم هتردوا، ما فيش مشكله. جرى ايه يا جماعه؟ في ايه ده؟ انتوا كلكم حتى ناس اصحاب علم وناس محترمين جدا، اهدوا كده يا جماعه، خليه ياخد من خريطه للاخر وبعد كده نديه الالزامات، مفيش مشكله. معلش بعتذر لحضرتك، اتفضل. ويا ريت تقول لي اسم الشرح، اسم الشرح، لان في شروط حاضر اسم الشرح عشان اقدر يعني ارد. بس خليك داعم يا بحار، عشان بس الاخوه، خليك داعم لحديثك او لكلامك بادله بشواهد. متفقين يا اخي بحار؟ طيب اتفضل. ممتاز. طيب شكرا جزيلا لكم. الآن على مسألة اسم الشرح، مثلا ارجع لشرح الدكتور يسري جابر، تمام، هو بيشرح الخريدة البهية، كويس. ارجع أيضا ل اللهم صل على سيدنا محمد، الشيخ عبد القادر الحسين، وهو بيشرح العقيدة الطحاوية، تمام، موجود على اليوتيوب، رايح تشوفه. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا أجبتك الآن على مسألة الشرح. اللهم صل على محمد. والله انا نسيتوني من كثره المداخلات لوين وصلت، يعني اثبات اللفظ ونفي المعنى. كنا احنا نتكلم كمان عن مساله، اللهم صل على محمد، على مساله المعاني، اننا لا نقول انه لا يوجد معنى، بل نقول يوجد معاني كثيره لكننا لا نقرر معنى، تمام. هذا بالنسبه للتفويض. الآن على مسألة السماء، أنا قلت أنكم تعتقدون أنه يكون أحيانا في سماء مخلوقة، كيف؟ باختصار شديد، الحديث عندما يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، أنتم تقولون بذاته يكون في السماء الدنيا بذاته، والسماء الدنيا هذه مخلوقة، فلا لا يعني تستنفروا هكذا قبل أن تسمعوا، تمام. السماء الدنيا مخلوقة. الآن قلتم هو في السماء الدنيا ولا نقول مخلوقة، هي مخلوقة أصلا، فبالتالي هو في السماء الدنيا يكون عندكم كل ليلة وهي مخلوقة، فقط باختصار شديد. تفضل المايك. طيب لحظات، تفضل يا أستاذ قناة مقاطعة، وبعد كده ناخد الأستاذ محارب، تفضل. حياكم الله. أولا يعني سوف أرد على يعني الأخ البحار الأشعري، في يعني هو سبحان الله أثار عدة نقاط. قوله أن الله، هم يعتقدون أن الله موجود بلا مكان، هذه اللفظ الله موجود بلا مكان أريد دليل قطع الدلالة وليس ظن الدلالة، من آية محكمة أو حديث صحيح متواتر بلفظ أن الله موجود بلا مكان، لأن العقيدة لا تثبت إلا بقطع الدلالة. هذا شيء. الشيء الثاني، قال أننا نقول أن الله في السماء يعني في داخلها والسماء المخلوقة، هذا يحتاج إلى دليل، لأننا لا نقول أن الله تحويه السماوات. والنقطة الثالثة، قال أن الله يعني عندما ينزل إلى السماء الدنيا ينزل بذاته ويكون في السماء. فأخ بحار، إذا كان نزول الله سبحانه، إذا كان نزول الله سبحانه وتعالى مثل نزول البشر، إذا نزل من مكان يفرغ منه المكان الذي نزل منه ويمتلئ به المكان الذي نزل فيه، فيحق لك أن تتساءل وتتخيل أن النزول يكون بهذه الطريقة. لكن أنت هنا عندما تقول يعني ينزل بذاته يعني يكون في السماء الدنيا، هذا بحث عن الكيف وتخيل الكيف يعني في الذهن، ونحن بخلاف ذلك. والدليل أبسط شيء، أنت تسمع والله يسمع، هل سمعك مثل سمع الله؟ هل كيفية سمعك مثل كيفية سمع الله؟ لا، قطعا لا. ولا تقول، ولا وأنا أعلم أنه لا يخطر ببالك أنك تقول أن سمعي مثل سمع الله. أنت تسمع الأصوات، والله يسمع الأصوات، لكن الله يسمع كل الأصوات في كل وقت وفي كل حين وفي كل الأماكن، كل صوت يسمعه، ولا تختلف لا عليه الأصوات ولا اللغات ولا أي شيء، لكن أنت لا تستطيع سماع إلا ما هو بحولك، يعني بجانبك أو
يعني أو حولك، ولكن يعني تتشابه عليك الأصوات واللغات، فكذلك كل الصفات يعني تندرج تحت قوله تعالى، وكما قال الشيخ الشعراوي كل الصفات تثبت تحت قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني تحت السمع والبصر، سمع الله وبصره. ليش؟ لأن الله قال في سورة الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يعني فجعلناه سميعا بصيرا. وقال في سورة يعني هنا أثبت في سورة الإنسان للإنسان السمع والبصر، وقال في سورة النساء وكان الله سميعا بصيرا، أثبت لنفسه السمع والبصر، ولكن جاء في سورة الشورى وقال ليس كمثله شيء، يعني نفى المثلية والتشبيه، وقال وأثبت السمع والبصر. هنا يعني كل صفة من صفات الله تندرج تحت قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن نعود يعني لصفة النزول. صفة النزول إذا كنت أنت تتخيلها يعني كتخيل إيه كنزول البشر، فحتما سوف تقع في التشبيه ثم تستقبحه في ذهنك ثم تعطله وتنفيه، عوضا تقول يعني لا الله ينزل لكن ليس كنزولنا. أنت لأنك أنت عندما تنزل من أعلى إلى أسفل يفرغ منك الأسفل ويمتلئ بك الأسفل وثم يكون الأعلى فوقك. هذا نزول بشر، والله سبحانه وتعالى منزه عن مثل هذا النزول. الله ينزل بكيفية لا نعلمها ونجهلها، لهذا نحن نفوض الكيف ونثبت المعنى. والدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وصف ربه بأنه ينزل، إذن الرسول علم وفهم معنى النزول الذي وصف به ربه، وإلا سوف يكون من الحماقة بمكان أن يصف يعني وحاشاه الرسول أن يصف ربه بكلام هو يعني عليه الصلاة والسلام لا يفهمه ولا يعرف معناه. ولكن لم يبين لنا معنى النزول. ليش؟ لأنه مثل القدرة ومثل الحياة. هل فسر وبين وشرح لنا النبي معنى النزول يعني معنى القدرة أو الحياة أو العلم؟ لا، لهذا لأن هذا يعني توضيح الفضيحات من الفضيحات، وليس في الأذهان وليس يستقيم في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل كما قال المتنبي. فبعض صفة الله النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر معناها. ليش؟ لأنها واضحة لا تحتاج إلى دليل. لكن صفة اليد وصفة القبض فسرها النبي في قوله تعالى في سورة الزمر، اعذروني على الإطالة ممكن، يعني والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، بدأ يقبض يده ويبسطها الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش؟ ليبين لنا أنه قبض حقيقي وأنها يد حقيقية، لكن ليست يعني كشبيهاتنا، لأن الرسول حاشاه أن يكون مشبه أو مجسم لله، لكن فعله هذا كما قال العلماء هو ليبين حقيقة صفة القبض وصفة اليد، كما قال في قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وضع إصبعه يعني السبابة والإبهام على أذنه وعلى عينه ويقول كان الله سميعا بصيرا، وكل هذا ثابت في الأحاديث وصحيح لا غبار عليه. أظن أني أنهيت يعني كلامي. كان عندي شكرا لمدخلك، الله يحفظك، بس عشان بس الإضاءة أو الصحيح كتيرة بنشتت المباني. عندك مدخلة دكتور فانتوماس ولا انت في المحارب؟ هذا اللي كنت انا بدي اقوله، هيك بتشتت الكلام. خلاص متفقين، خلاص متفقين. طب يا جماعة ايه رأيكم نتفق فيما بيننا على شخص واحد بس يحاوره، او كل واحد له مداخلة؟ انتوا حرين، البث طبعا بتاعكم وكلكم اخوة. طيب انا بس لازم ارد اول لحظة بس، هنتفق الاول وبعد كده رد. لحظة تفضل يا اندكس. اتفضل دكتور. هيثم منير موجود تحت. الدكتور مين؟ دكتور هيثم منير. بعت له موجود وبعت له دعوتين ما طلعش. طيب انا يعني انا سيب مكاني ومدخلتي للدكتور هيثم منير، هو استاذي يعني، فانا سيب مش مكاني. مش بيطلع يا دكتور، مش بيطلع. بعت له ما طلعش. ماشي، لو كان هيطلع انا لا هو مش هيطلع. بعت له انا ما اكتر من مرتين ما طلعش. طيب انا هنزل له، انا هنزل للدكتور هيثم وانا هكلمه يجي. خلاص حاضر ماشي اوكي. طيب ايه رايك يا دكتور انت وعمنا نور والاخ البحار طبعا متفق معانا قناه مقاطعه اخونا ابو عبد الله، لو نخلي بس الحوار مع شخص واحد، ايه رايكم؟ لا مشكله. خلاص
لا لا ان شاء الله مش مشكلة. خد مدة، خد مداخلتك، خد مداخلتك، وبعد كده نبقى نخلي نتفق ما بينك يعني انت والاخوة على واحد يحاول. اتفضل خد مداخلتك يا محارب الاول. تمام، بارك الله فيك. عامة لفظة أين الله التي أجاب عنها الأستاذ بحار وقال بأن الله في السماء أي في العلو المطلق، يسري جبر الذي قال لنا الأستاذ بحار، ارجع لشرحه، يسري جبر نفسه بيقول أصلا لا يجوز أن نسأل عن الله بأين، ما ينفعش أصلا تسأل عنها بأين، ودي سأل عنها الله الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، فده أمر غريب من يسري جبر أصلا، يسري جبر اللي بيقول الكلام ده. ومعاك مقاطع الفيديو يا أخونا بحار، معاك مقاطع فيديو يسري جبر، قول لي اسم أي مقطع فيديو بيقول فيه أن الله سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو المطلق، ويجيب عن هذا السؤال بأين، زي ما اتسألت أنت بأين وقلت أن الله سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو المطلق. تمام يا استاذ بحار؟ لا، انا لا شفت تفسير اشعري يقول بذلك ولا يسري جبر قال بذلك يا اخونا بحار، وتقدر حضرتك ادي الفيديوهات بتاعته موجوده، قول لي على اسم الفيديو انا راح اشغله دلوقتي اسمع منه. اتفضل يا اخي. طيب هل اتكلم انا الان؟ هل اتكلم؟ في عندي صوت يا جماعه ولا؟ صوتك واضح. السلام عليكم. تفضل. ايوه مسموع. تمام. انا عشان مرات النت عندي بيقطع يعني دايما بسال عن الصوت. طيب بس بدايه بالنسبه لمساله الدكتور يسري جابر، يسري جابر الدكتور يسري جابر يا محارب، يا محارب حضرتك تتدخل ولا مين اللي هيتدخل معاه بشكل فردي؟ انا اتدخل معه يعني تسمح لي. نعم دكتور تفضل، وليس امرا يعني اريد ان اتدخل معك. معه خلاص المساله خلاص. وبعد كده يتفضل اخونا قناه مقاطع عاديه مش مشكله. تمام، بس نكمل معه هذه المساله. خلاص هذه المساله تمام. تحديدا خلاص تمام. احنا كده لانها مساله مهمه. البحر الشعري معاك المنطقه كامله يعني المداش. تفضل يا اخونا بحر. تمام، شكرا جزيلا. اول شيء بس بالنسبه للدكتور يسري جابر، يعني الكلام كان على القول في السماء بمعنى العلو المطلق، وانت جئتني بكلام الدكتور يسري جابر انه يقول لا يجوز السؤال عن الله باين، هذا الذي انت فالكلام ليس كان لم يكن عن كلمه اين. تمام، انت الجواب تبعك في غير الكلام الذي كنا نتكلم به، كنا نتكلم عن معنى السماء المقصوده بها عندما نقول الله في السماء اي بمعنى العلو المطلق. تمام، هذه المسألة. مسألة أخرى، اللهم صل على سيدنا محمد، أنا أتكلم على مسألة السماء الدنيا المخلوقة، فقلت لازم كلامكم أنه في السماء الدنيا كل ليلة، والسماء الدنيا مخلوقة أي أنه يكون في سماء مخلوقة. فإجابة أخونا القناة ماذا كانت؟ نزول ليس مثل نزول البشر. أنا لم أسأل هل نزول كنزول البشر أم ليس نزول البشر، أنا أقول عن السماء أنها مخلوقة يكون فيها كل ليلة، هذا الذي أنا أقول فيه، هذا الذي أسأله. تمام، فأنت تجيبني على خلي بالك والله يا أستاذ مع المقاطعة على سؤالي ما بينفعش يعني. أنا ما بينفع مع المقاطعات فيك، ما بينفع مع المقاطعات يعني. أنا ما خلي بالك أنا بسألك من الأشاعرة قال أن الله في السماء أي العلو المطلق؟ مش مستحضر حد الآن. أنا أجبتك في شرح الدكتور يسري جابر. تمام، أنا رجعت الدكتور يسري جابر الآن. يسري جابر لا أستاذ، أنت يسري جابر يقول أنت يا أستاذ، يا أستاذ أنت أجبت عن الأين، ولم يكن كلامنا على كلمة الأين هل يجوز السؤال بها أم لا يجوز. والله العظيم أنت سئلت بأين، أنت سئلت بأين وأجبت. والله أنت قلت أن الله سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو المطلق. تفضل يا أستاذ بحر، هات لي واحد من الأشاعرة قال ذلك. تفضل يا محارب، يا محارب فكر حالك مسكت لك نقطة يعني ومدقر فيها. الكلام كان على معنى السماء، تمام، بحق الله سبحانه وتعالى. ركز معي في هذه النقطة الله يرضى عليك. تمام، أنت أتيتني بشيء آخر، ثم محاضرة دكتور يسري جبر، لا أدري ربما 10 أو 20 محاضرة، كل واحدة فيهم حوالي ساعة ولا أكثر ولا أقل، سمعتها زمان قبل فترة. تمام، انت الان سمعتها كلها يعني، سمعتها كلها الان انا 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 اعرف راي يسري جبر. يسري جبر يقول كما قال الاشاعر ان الله ليس بداخل العالم
ولا خارج العالم ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، وأنت قلت أن الله سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو المطلق. أنا ما سمعتش واحد أشعري يقول بقولك يا أستاذ بحار، ما فيش. أنا خلاص أنت ما سمعتش، خلاص ما في إشكال. أنت بتعرف كل كلام أئمة أهل السنة وجماعة الأشاعرة، تعرفوا يعني في كل التاريخ، تعرفوا يا أستاذ محارب. اتفضل هاتولي، اتفضل هاتلي واحد يقول ذلك. انت بتقول لي، انت بتقول ما سمعتش يعني مش موجود، يعني هيك افهم منك ما سمعتش يعني مش موجود هذا الكلام يعني هيك يعني؟ نعم انا ادعي انه غير موجود. اتفضل يا استاذ بحار هاته. ممتاز، ممتاز جدا. وانا الان لا يحضرني غير الدكتور يسري جابر، وايضا ارجع الى الدكتور عبد القادر الحسين، ايضا انا اشرت اليهما معا، لم اشر الى واحد فقط. الان هل اكمل اجابتي ام ستقاطعونني ايضا؟ خلاص اتفضل يا اخونا قناة مقاطع، اكمل معه. انا سؤالي كان واضح، اتفضل يا استاذ محارب. شكرا جدا لمحارب، بس ايه حكاية تقاطعوني بالجمع؟ ما حدش فينا ابدا بيقطعك، ده مجرد نقاش، والنقاش طبعا ديك شايف. طيب يا بحر، يعني انت شايف اسمع لحظات لحظات يا بحضر، بس هكمل مداخلتي الله يبارك فيك. احنا مسلمين مش نصارى نقاطع بعض، الفكره كلها في ان احنا مفيش جمع حضرتك، مفيش ترصد، الحكايه كلها بس بتقول ان احنا عايزين نوصل مع بعض الفايده المعلومه. فانت تفضل حضرتك رد، ومالكش دعوه باي حد تاني يعني، زي ما حدش كمان ملوش دعوه بيك، وبعد كده الاستاذ قناه يكمل معاك الحوار عادي. طيب ممتاز. الآن أنا يعني باختصار شديد عندما قلت تقاطعونني أقصد محارب وأقصد قناة، تمام، ومحارب بالذات. على كل حال ما في إشكال، حصل خير يعني، اللهم صل على سيدنا محمد. أعيد النقطة التي كنت أتكلم بها باختصار شديد، كنت أتكلم عن السماء الدنيا، والسماء الدنيا مخلوقة، فعندما تقولون ينزل بذاته فهو يكون في السماء المخلوقة. حتى لو قلتم أنكم لم تقولوا في السماء المخلوقة، السماء الدنيا مخلوقة، يعني ما فيها مجال انكم تنكروا هذا الشيء، تمام. على مسألة الكيفية، انا اطالبكم بآية او حديث فيها ذكر كيفية عن ذات الله سبحانه وتعالى، تمام، آية او حديث تلفظ يعني فيها لفظ كيف عن ذات الله سبحانه وتعالى. لا تأتوني بربي أرني كيف تحيي الموتى، هذه كيفية إحياء، تمام، او آيات، انا اريد كيفية ذات، مش انا بدي تعطون الكيفيه يا جماعه، مش بدي تقولوا لي كيفيه الذات هي كذا او نعلم كيفيتها، بدي لفظه كيف عن ذات الله، تمام، هذا الذي اريده. فاعطوني اياه، اثبتوا العرش ثم النقش. قبل ان تقولوا لا نعلم الكيفيه وكل شوي بتقولوا ما نعرفش الكيفيه، هاتوا الكيفيه اولا من القران والسنه، ثم ابنوا عليها انكم لا تعلمون الكيفيه. هاتوا لفظه الكيفيه، هذا هو سؤاله، لفظه الكيفيه، تمام، يعني بحيث انه انا افتح القران او السنه واعمل فيهم بحث، اكتب كلمه كيف، تمام، تطلع لي عن ذات الله، هذا الذي اطلبه. طيب مساله اخرى، اللهم صل على سيدنا محمد، ايضا اريد ان تخبروني بمعنى الكيف. عندما تقولوا لا نعلم كيف يده، لا نعلم كيف ساقه، اريد ان تخبروني بمعنى الكيف، اريد هذا المعنى. وايضا نقطه اخرى، اريد اي حقيقه تريدونها. عندما قال أخونا قناة اليد حقيقية، الساق حقيقية، هذه المسائل التي ذكرها، تمام، أريد أن تخبروني أي حقيقة، أي نوع من الحقيقة تريدونها، هل هي الحقيقة الشرعية أم اللغوية أم العرفية، تمام، هذا الذي أريد أن أعرفه. أي حقيقة، فقط كلمة حقيقة هكذا لا تدل على إنسان باحث، أريد أي حقيقة تقصدون بها. الآن كلام الإمام الشعراوي، كل الصفات تحت ليس كمثله شيء، هذا كلام 100%، هذا نحن نقوله ونشدد عليه، نعم، كل الصفات تحت ليس كمثله شيء، تمام. الآن على مسألة أخرى، تقول يا أستاذ قناة الواضح من النزول واضح، وتوضيح الواضحات من الفاضحات، وهذه الكلمة التي تكثر منها، تمام. طيب الواضح من النزول هو الانتقال والزوال، بما أنه على الواضح، الواضح من النزول هو الانتقال والزوال، الانتقال من مكان، تمام، يزول منه، يكون في مكان يزول ويصير في مكان آخر، هذا المعنى الواضح، لا يوجد معنى واضح غير هذا، فهل تقول به، تمام. أما على مسألة صفة اليد، مجرد ما يقال كلمة صفة أي أنها ليست عضوا ولا جارحة، فأنا باختصار شديد أريد أحدا من أقحاح العرب يقول أن اليد، أن يد الله عضو، أن اليد العضوة، تمام، هي صفة، تمام،
أن اليد العضوة هي صفة. أريد هذه اللفظة من أحد علماء اللغة العربية المشهود لهم بالعلم في اللغة العربية في التاريخ، تمام؟ أعطونا واحدا قال أن العضوة صفة. إذا لم تقولوا أن العضوة، أن اليد عضوة، انتهت المسألة. إذا لم تعتقدون أن العضوة، أن اليد عضوة، انتهت المسألة، تمام؟ هذا باختصار شديد. الآن أكرر الأسئلة في نصف دقيقة أو ربع دقيقة. أي حقيقة تريدون؟ وأريد معنى اليد، وأريد لفظ الكيف، لفظ الكيف من القرآن والسنة، وأريد كلمة صفة عن العضو من أحد أقحاح العرب. تفضلوا المايك. تفضل يا دكتور أستاذ قناة، المايك معك. والصلاة والسلام على رسول الله. يعني كعادة يعني الأخ بحار أطرح عليه أسئلة فلا يجيب، ويقابلني بأسئلة ثم يعني يطالبني بالإجابة. أولا سوف أجيبك على أسئلتك كي لا تقول أني لم أجيبك، ويا حبذا يعني في مداخلتك يعني القادمة تجيبني على أسئلتي التي سوف أطرحها عليك، وهي كالآتي: هات لي آية محكمة أو متشابهة. سوف أتنزل يعني، معاش نطلب منك يعني محكمة، حتى متشابهة، آية متشابهة أو حديث مكذوب على النبي، علما أنكم أنتم تشترطون الآية المحكمة والحديث الصحيح المتواتر. لكن أنا سوف أقبل منك حتى حديث مكذوب عن النبي فيه لفظ الكيف، كما أنت ما أجبتني ثم قلت لي عن لفظ الكيف. أنا طلبت منك قبل أن تشترط عليه هذا الشرط، اشترطت عليك أنت أن تأتي بحديث أو آية فيها لفظ الله موجود بلا مكان. ما أجبتني وتجهلت سؤالي، أو أنك نسيته، لكن لا أظن أنك نسيته، لأنك اشترطت علي لفظ الكيف من الكتاب والسنة. يعني أخذت سؤالي وبدلت يعني المحتوى، لكن يعني أبقيت يعني على يعني على يعني على على فكرة السؤال. معليش، مش مشكل. أنا سألتك يعني أنا ردت عليك في صفة النزول، وقلت لك إذا كان نزول الله مثل نزولك أنت، إذا نزلت من مكان أعلى يفرغ منك المكان الأعلى ويمتلئ ويمتلئ بك المكان السفلي، ثم يكون المكان الأعلى فوقك، فهذا إذا كان نزول الله مثل نزول البشر يحق لك أن تتخيل وتطرح هذا السؤال. أما إذا كان نزول الله ليس كنزولك أنت وليس كنزول البشر، فلا تتصور كيفية نزول الله. إذن كيف إذا نزل من السماء سوف تكون السماء الأولى فوقه، والسماء الأولى مخلوقة وامتلأت به السماء الأولى وفرغت منه السماء يعني التي كان فيها. هذا يعني هذا يعني السؤال أو هذا يعني الطرح لا يطرحه إلا مشبه قح جلد، يتخيل صفات وأفعال الله مثل صفات وأفعال المخلوقات، ويقيس صفات وأفعال المخلوقات على صفات وأفعال الخالق، ثم يبني عليها يعني إلزامات يعني وهمية وأطروحات وأسئلة يعني 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 هي قدح في حق الله. يعني هذه يعني يعني أسئلتي. وسؤالي الجوهري الذي سيكون الفيصل بيننا هو سؤالي لك: الله قبل أن يخلق الزمان والمكان والبحار والماء والعرش، عندما كان وحده سبحانه وتعالى لم يكن معه أي مخلوق، هل كان بذاته وحده أم لم يكن بذاته؟ إذا قلت لي نعم كان بذاته، فهنا أنت سوف تثبت أن الله فوق العرش بذاته، ولا تقول لي من أين جئت بذاته، لأنك أنت ستأتي بها رغما عنك. هل كان الله، اسمعوا يا أخوة ركزوا جيدا، هل كان الله قبل خلق الزمان والمكان والأكوان والماء والعرش، عندما كان وحده سبحانه وتعالى ليس معه أي مخلوق، كان بذاته سبحانه وتعالى أم لم يكن بذاته؟ إذا كان بذاته ولا بد، أسألك، هل عندما خلق الزمان والمكان والأكوان والبحر والعرش وكل المخلوقات، هل بقي فوقها سبحانه وتعالى بذاته، أم أصبحت فوقه هو وأصبح هو فمتني في الأسفل، أم امتزج بها؟ عندك ثلاث خيارات: إما أنه بقي بذاته، وهذا اللفظ أنت سوف تثبته رغما عنك، الله بذاته فوق مخلوقاته، أو أنه امتزج فيها ودخل فيها، أو أنها أصبحت فوقه. ثلاث خيارات، اختر يعني أيسرهم
وأحلاهم مر. هذه يعني أسئلتي، وما سيرتك يعني عن الكيف؟ هل يوجد لفظ كيف في ذات الله، صفات الله كما قال يعني الإمام مالك رحمه الله؟ ولا أظنك أنك سوف تقول لي لا أنا لا أخذ بكلام الإمام مالك، لأنكم تتشدقون به ولا نصبح يعني كتاب وسنة يعني بفهمك أنتم. لا، فهم السلف مقدم على فهمي وفهمك. والإمام مالك عندما سألوه عن الاستواء كيف الاستواء، قال ولم يقل له ما معنى الاستواء، بل قال بل سؤال هذا المبتدع قاله كيف استوى على العرش الرحمن، فقال له الاستواء معلوم وفي لفظ غير مجهول، يعني معلوم وغير مجهول نفس الشيء، الحاج موسى موسى الحاج نفس الشيء. والكيف عنه يعني مرفوع، يعني مرفوع عن عقولنا، يعني أننا لا ندركه، لأنه في لفظ قال والكيف غير معقول، ونحن نقول في لغة العرب يعني هذا يعني شيء غير معقول، يعني ليس معناها أنه ليس موجود، لكن يعني غير معقول يعني لا تستوعبه عقولنا، وهذا يقال باللغات حتى يعني غير العربية، كما نقول بالفرنسية انكرويابل يعني غير معقول، وبالإنجليزية انبيليفيبل، وبالإيطالية انكريديبلي، وبالألمانية انجلوبليش. فهمت يا عبد الله؟ هذه لغات أيضا. لحظة، رجاء بالله فضلا وليس أمرا، لا يخطئنا أي شخص. فقوله يعني والكيف غير معقول يعني لا نعقله بعقولنا، وهذا ما نقله شيخكم الطبري في تفسيره، استغفر الله، الطبري شيخنا رحمه الله، شيخكم القرطبي عندما قال يعني كان السلف الأول رضي الله عنهم يعني الصحابة لا ينطقون بنفي الجهة، بل أثبتوها هم والكافة، ولكن وبعدها بعدما قال يعني قال ولهذا يعني قالوا استوى على العرش، كانوا يعتقدون أنه استوى على العرش حقيقة وليس مجازا، استوى على العرش حقيقة، ولكنهم جهلوا الكيفية، كيفية الاستواء جهلوها، وهذا قوله يعني لا غبار عليه. ومع أن القرطبي يعني صريح في قوله وأمين في نقله، قال ويعني وإن كنت لا أقول بهذا، هو يصرح بأنه على عقيدته الكلام المتكلمين ويخالف عقيدة السلف. أظن أني أجبتك على مسألة الكيف، وأجبتك على مسألة النزول والسماء الدنيا هل هي فوقه ومخلوقة، فأجبتك يعني مرتين، وأرجو أن تجيبني على أول سؤال تبدأ به، هو هل الله سبحانه وتعالى قبل خلق الزمان والمكان والعرش وكل المخلوقات عندما كان وحده، هل كان وحده بذاته أم لا؟ إذا كان وحده بذاته بعدما خلق كل المخلوقات من العرش والله إلا الجرثومة أعزكم الله. لحظة، شفت أنا ما قطعتك، واتهمت بأن أقاطع وأنت أن تقاطع. بعدما خلق كل المخلوقات من أعظمها العرش إلى أحقرها الجرثومة، هل بقي فوقهم بذاته أم لا؟ أنا نهيت. طيب عز السلام، بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله، شعرة تحت بس ماشي يعني نشوف أخذت. يا دكتور قلت له يا دكتور ارجو عدم المقاطعه يا بحر. حاضر حاضر حاضر، ارجو عدم المقاطعه يا بحر. حاضر، متفقين. حاضر، تاكد عدم المقاطعه. صل على سيدنا محمد. حياك الله يا دكتور شمس. طب لحظه بس، شوف الشيخ سعيد بس بيؤمر بيه. قلت له يا شيخ سعيد بقول لك التعليقات كلها الشعره بيطبلوا تحت كالعاده للاسف، بس يعني ماشي، يعني ما هو شيء اللي بيضحك في الموضوع. خلاص انا مرض نفسي، مش عارف برضه ايه اللي بيضحك. ف طبعا الاشراف معاك، عيش حياتك. طب اتفضل يا استاذ بحار. اخي البحث، بالله لحظه بارك، لحظه بارك اخي البحث، انا ممنوع من التعليق، لا ادري ليش، يعني هل تستطيع يعني ترفع عني؟ بارك حاضر معك. حاضر، شيلها عن حضرتك. حاضر، انا اسف، انا بس بدي اي حد كاتب ما كنتش بعرفه. اتفضل يا بحار، معاك المداخله كامله بدون مقاطعه ان شاء الله. اتفضل. شكرا جزيلا. علق بس على كلمه الاشاعره بطبل وتحت، تمام؟ اقول ابعت ناسي طبلوا لك يا ولا توجه لي حرف احسن لك. سامع انا لا توجه لي كلمه، انا مشرف في البث ومدير، لا توجه لي كلمه، اعتبر نفسك مش شايفني احسن لك. ما توجه حرف، روح شوف لك محل طبل فيه، او شوف لك حد يطبل لك، سيبك من الاساليب اللي بتستعملها معانا. إلنا ساعة نتكلم، اللي ساعة بتكلم بكل احترام معاك. طب السبب أخونا قلق، حضرتك بتطلع من المايك وبتقعد بتقعد ترمي كلام لا يدل إلا على طريقة واحد جاهل، هذا طريقة كلامك.
بيطبلوا ما بيطبلوا، شوف لك حد يطبل. بدأ العرس يجتمع، بدأ العرس يجتمع عشان محترم الشيخ سعيد. بدأ العرس يجتمع عشان قلة الأدب عندك يا قليل. بدأ العرس يجتمع عشان يهرب من الحوار. يا 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 أنت عايز تجتمع عشان تهرب؟ أنت طلعت معرس قوي والله العظيم، طلعت معرس قوي. إيه ده أنا ما كلمتك على فكرة، ما كلمتك بشيء. أنت بين عليك أنت عاوز تهرب بأي طريقة. الجاهل ده اللي ما عرفش يربك، لا توجه لي كلمة، قلت لك قبل ما تتكلم. إيه ده؟ طيب طيب خلص، معناته قلت لك توجه لي كلمة، عاوز تهرب اهرب، احسن لك عادي. إيه ده كده الحوار طار. أنت شيخ سعيد مجنن خلق الله كلهم. طب عايزه شيخ سعيد يكمل؟ خلع. لازم يهرب، بس ما بقدرش كلام معك يا اخوة. على كل حال والله ما عرفت يعني ان ينزل ليش، لتعرفوا ليش ولا لانه يعني هو دائما يعني وكل أشاعرة يدندون حول قولهم من أين جئتم بذاته فوق السماء أو في العرش أو فوق العرش بذاته. هذا يا إخوة الإلزام نلزمهم به. هل الله كان قبل؟ ما يقدرش يجاوب يا أخونا قناة إسلام مقاطع. أنا عارف بحر من 20 سنة يقعد يجتم عشان يهرب، معروف يعني. أصلا هو زي ديل الحمار كده بيجتم، بس نعم ولا جاهل تعرفه. مش جاهل، نعمل بلتك ونعرفه وزرعناه قبل كده يا إخوة. هذا يا شيخ سعيد، فين النبي قال الكلام ده؟ ما جابش دليل. فين النبي من هذا يا شيخ سعيد؟ هو قال بقوله، والله يا إخوة في أول الحوار قال بقول أهل السنة، بس أنتم ما خليتوش يعني ما مسكتوش في الكلمة. هو قال باللفظ كده معنى أن الله في السماء أي في العلو المطلق. الكلام ده يا اخوانا لم يقله اشاعره اصلا، ما فيش اشاعره قالوا الكلام ده اصلا. رجعنا هترجع للتفاسير، ما فيش الكلام ده عند الاشاعره. هترجع لمتون العقائد بتاعتهم، مش موجود.